اتخاذ القرار عدم وجود مشروع للتعامل مع أزمة وفيروس كورونا. أنتم في أعضاء مجلس أمة مراقبين وفي اللجنة التعليمية كونك مقرر اللجنة التعليمية، كيف وجدت تعامل وزارة التربية مع أزمة فيروس كورونا؟ ضحكت أبو عبد الله. يا ضحكت لأني قاعد أطالع سلسلة النصيحة. أستاذ أحمد، أول شيء موضوع التربية مهم، لأن اليوم أكو أكثر من 600,000 طالب في المراحل الأساسية اللي هي المرحلة التعليم العام. نعم. وبالتالي كل بيت متأثر وكل بيت له علاقة في المسألة. وعندنا أبي أتكلم في محورين. عندنا أزمة كورونا. أكو حد فينا يعرف بعد شهرين راح تنتهي الأزمة؟ ما ندري. وهل نقدر نقول انتهت الأزمة؟ وما معنى انتهت الأزمة؟ هل أكو لقاح؟ هل خلاص الناس تطلع وما في خطورة؟ وبالتالي أكو حد يدري إنه في علاج ولا ما في علاج؟ ما حد يدري. فاحتمال مع شهر 8 يكون في علاج والأزمة تنتهي باللقاح والناس تطلع ولا كنا في شيء، أو أن الفيروس يظل موجود والوباء منتشر موجود الآن. مشكلتنا مع وزارة التربية ومؤسسات التعليم العالي بشكل عام أن منذ بداية الأزمة كانوا يعولون على خطة مبنية على انتهاء الأزمة، وهذا غير مقبول. ما تقدر أنت تبني خطة على شيء أنت احتمال الأزمة تنتهي احتمال الأزمة ما تنتهي. فتيجي تقول لي والله أنا شهر 8 أبي أبلش في الدراسة مع دمج نوعي، إن 6 أسابيع ولا 9 أسابيع في البداية في شهر 8، وبعدين ندخل شهر 10 نبدأ الكورس اللي بعده أو السنة السنة التعليمية عقبها. أمس كان لكم اجتماع كان للتربية ولا اليوم أبو محمد؟ اليوم، وعقد اجتماع مساء اليوم برئاسة وزير التربية والتعليم سعود الحربي مع مجلس الوكلاء، وتم استعراض العديد من المواضيع أهمها التأكيد على موعد استئناف الدراسة للصف الثاني عشر بتاريخ 4/8 وباقي المراحل بتاريخ 4/10. أنا عندي مشكلة مع هذا الاستعراض. أي. احنا اجتمعنا 3 مرات في مجلس الأمة في اللجنة التعليمية منذ بدأت أزمة كورونا، وكنا في كل اجتماع نقول يا أخوان يا أعزاء، ماذا لو لم تنتهي الأزمة؟ شنو بدالك؟ شنو بديلك؟ أنت تعالي بعدين تعال كلمني. رد عليكم الوزير؟ كان يقول والله بدالنا إن احنا نبي نبدأ في شهر 9. تعال في شهر 9 في شهر 8 الأزمة مستمرة. لا تكون تبي تقول تعالوا يا العيال روح المدارس، ما تقدر. صحيح. ما تقدر. حتى لو بداية الأزمة توها منتهية أكو نوع من التردد راح يكون، ما تقدر لأسباب كثيرة لوجستية. أنت معقمات ما عندك، أنت كمامات توي يسولف الريال ما عندك، أنت صابون ما عندك، أنت التباعد في المدارس ما عندك بين الطلبة، الكثافة الطلابية ما عندك. ما هي بدائلك الآن؟ بدل ما تنهي العام 0%، تعال من الحين عطني خطة على أساس تكمل هذه السنة. ما أقول لك عطني إياها 100%، عطني إياها 50-60-70. وميز، ويفترض تميز بين ما يسمى بالتعليم عن بعد وما يسمى بالتعليم الإلكتروني. نعم صحيح. ومو عيب أنك ما تعرف لأنك غير مختص، لكن عليك أن تأتي بمن هو مختص يساعدك ويعينك. وفترة الصيف يعني كان الوزير في اجتماعكم معارف يعني مسألة التعليم عن بعد والتعليم الإلكتروني؟ أنا مو بس الوزير، جزء كبير من المسؤولين في وزارة التربية اليوم في اللجان معارفين. هذه مصيبة. أنا رجل مختص. ايه؟ وأقول لك ما يميزون. ما يميزون. أنا رجل مختص. كلامك. أنا أعرف ما يميز، هذا اللي قدامي ما يميز. نعم. ونصحناهم واقترحنا وقلنا إذا عندك مشكلة تشريعية قانونية. فيصل تقصد ولا؟ لا نعم فيصل مو مطلوب منه أصلاً. لأن فيصل، ونعم فيصل مسؤول عن قطاع ما له علاقة في الموضوع. فيصل اليوم موجود مع احترامي تقديري أبو محمد لأنه الناطق الرسمي، لكن المسألة ما تخص فيصل ولا هو مسؤولية ولا المسألة مسؤولية فيصل. فيصل مسؤول عن الأنشطة وهو جدير في هالمكان في هال في في هالرجل الرياضي. بس ما دام الناطق الرسمي عاد لازم يتحمل. يعني يجاوب عن الوزارة. ولكن هنا قلنا تعالوا بالصيف لا تقعد تحط ريل على ريل. تعال حط لي خططك، حط لي احتياجاتك، حط لي وإحنا نقول لك ننصحك. وإذا كان هناك قصور تشريعي يبنى